الهلأ وللسينما والأفلام. فيلم لبناني عربي لماجي بغصن حبة كراميل، بنشوفه بهالتقرير وبنرجع. أبو غصن، أهلا وسهلا فيك بالأردن. طبعا أنت جربتي الغناء وجربتي التمثيل، وين لقيتي حالك؟ أول شيء مرسي لك ومرسي على الاستقبال الكتير حلو عن جد. يعني الأردن هيك بلد كتير عزيز على قلبي من محبة هالناس اللي شفناها، فأنا كتير مبسوطة بهيدا الشيء. بين الغناء والتمثيل أكيد التمثيل. الغناء بالنسبة لي هيك موهبة فيش خلق، إذا بديك بالمسلسلات ممكن غني أغنية أو جينيريك أو أعمل دور مطربة، بس بالنسبة لي التمثيل هو الأولوية أكيد. يعني هلأ مبسوطة كتير باللي عم بحقه موفي كراميل، وصورت موفي تاني اسمه كذبة بيضة إن شاء الله بينزل على عيد الفصح، وهلأ أنا عم صور لرمضان عندي مسلسلين، عم صور بلبنان مسلسل اسمه جوليا أنا مع ماجي أبو غصن، وعندي مسلسل كمان بمصر. نشكر زميلتنا هيا باسل على التقرير. وفيلم حبة كراميل هو امتداد للمسلسل الرمضاني اللي انعرض برمضان السنة الماضية كراميل، اللي بتكون فيه ماجي بغصن بشخصية قارئة أفكار الناس، هو فيلم رومانسي كوميدي، فياريت انه الواحد بيقدر فعلا انه يقرا افكار الناس اللي حواليه ليقرا يقدر يعرف كيف بيفكروا، يختصر كثير مشاكل. فان شاء الله تستمتعوا بهذا الموفي، بتقدر انكم تحضروه موجود بدور السينما.